تعرفين انك تستغلي اي حاجه قشر فيها الا واحتفظي بها في المطبخ. قشرتي الثومه احتفظي بها في القريعه ديال الزاج. قشرتي التفاح قشر التفاح احتفظي بهم، لان احنا باختصار مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. صناعات بعض الاقنعه الطبيعيه واللي كتعالج لنا بعض المشاكل التجميليه. نعم. وراه كتعالج حتى بعض المشاكل الصحيه. نعم. لان بحال دابا كناخذوا مثال التفاح، دابا العيالات كيديروا العصير مع الفطور، كتاخذ البنانه تلوح ديك القشره تلوح ديك، لا احتفظي بها، لان البنان القشره ديال البنان والقشور ديال التفاح غنيين بمضادات الاكسده وبالفيتامينات اللي كيساعدوا بشكل كبير اعاده الخلايا البشره. نعم. تجديد الخلايا البشره. نعم. بحال دابا قشور البنان ما نلوحوهمش، خاصه الناس اللي عندهم الهالات السوداء. نعم. كناخذوا ديك القشور ديال البنان وكنعصروهم. نعم. كناخذوا ديك اللب ديال ديك الماء ديالهم. نعم. يعني ديك الماء ديال القشره. نعم. كناخذوا منه معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال زيت اللوز، معلقه صغيره ديال زيت اللوز. معلقه صغيره. اذا ضعفنا الكميه يمكننا نديروا على الوجه، قناع نديروا على الوجه ديالنا كله. كيزود البشره بالكولاجين وكذلك بالمعادن والفيتامينات، وكيعطي واحد النضاره للبشره، وخاصه الناس اللي عندهم الهالات السوداء. نعم. كيقلل من الهالات السوداء. نعم. نعم. بالنسبه لقشور التفاح. ايه. قشور التفاح غنيين كذلك بالمعادن والفيتامينات. إيه. واللي كيساعدوا بشكل كبير ازاله القشره من فروه الشعر والالتهابات اللي كتكون على فروه الشعر. الا خدينا مثلا قشور ديال التفاح قطعناهم طريفات صغار وقطعناهم في الخلاط الكهربائي مع جوج معالق ديال المورد وجوج معالق ديال زيت العود ومعلقه ديال السلميه. والمورد يمكننا نضعفوا الكميه نص كاس ديال المورد. نعم. نعم. نطحنوا هذا الخليط هذا ونفركوا به الفروه ديال الشعر. رائع التهاب الفروه ديال الشعر. نعم. والحد من تساقط الشعر. نعم. نعم. وكذلك القشره اللي كيكون عندها المشكل ديال القشره. نعم. نعم لاله حوليه. بالنسبه للبصله، البصله غالبا الناس ما كيعرفوش المنافع ديال القشره ديال البصله. نعم. وخاصه النساء اللي كيبغيو واحد التخسيس يكون طبيعي. بدون يعني كاين واحد التخسيس اللي غالبا النساء كيمشيو لبعض الحميات اللي كتكون مضره على الصحه ديالهم، خاصه في الشهر رمضان. ناكلوا عاديين، ناكلوا الفطور ديالنا ونتعشاو ونديروا السحور ديالنا، وهاد القشور ديال الفواكه والخضار كنعملوهم كعصائر وكنعملوهم كمحاليل كنشربوهم. نعم. بالنسبه للقشور ديال البصله، كناخذوا هذيك القشور ديال البصله ديك الذهبيين كنديروهم في واحد القرعه، يعني نغسلوهم مزيان نديروهم في واحد القرعه ديال الزاج تكون معقمه، كناخذوا في مثلا نص سيترو ديال الماء طايب وكنكبوا على ديك القشور ديال البصله ونسدوا عليهم بلا ما نطيبوهم. حتى كيطلق ديك الماء كيولي اللون ديالهم يعني بحال اللون ديالهم قهوي. نعم. نعم. كنبقاو مره نشربوا منهم كويس، لان كيساعدوا في التخسيس وإذابه الدهون اللي كتكون في الجسم. نعم لاله حوريه. نعم. واخا البصله ولات دايره 260 300 ايوا راه كاين ماشي ب 300، راه كاينه ب 7 دراهم 6 دراهم. نعم. على حسب على حسب يعني النوعيه وعلى حسب المنطقه وعلى حسب سوق الجمله اللي كيزود الخضار لاله حوريه، والله يلطف بالجميع لانه الخضره شويه طالعه. الحمد لله بلادنا بلاد الخير خير موجود. والبصله حنا كنعرفوا كتكون واحد الفتره كتغلى البصله. نعم. هي فتره شهر رمضان. اما هي البصله كتغلى في واحد الوقت معين وكتكون موجوده رخيصه في واحد الوقت معين على حساب على حساب الفصول اللي كتكون البصله واجده فيها. نعم لا نعم نمشي. بالنسبه للقشور ديال الخيار، حنا كنعرفوا السيدات كيديروا السلاد، ونتمنى ان طبق السلاد يكون محطوط على الطبله دائما. نعودوا نديروا ديك الثقافه ديال السلطه تكون في الفطور، في الفطور ما يكونش ديك الحلويات. من الاحسن من الاحسن من الاحسن الحوت يكون مشوي، الشلايط ديال الخضره من الاحسن. هذيك القشور ديال الخيار عنده فوائد كثيره على الصحه ديالنا وكذلك للتخسيس، الا بغينا نضيفوهم مع القشور ديال البصله. بالنسبه للفوائد ديالو التجميليه، مبيض للبشره. نعم. وكذلك كيحيد البثور ديال حب الشباب. القشور ديال الخيار ودرناه في الخلاط الكهربائي، يعني واحد الكميه دائما الكميه اللي تقول للسيده تاخذ كميه ديال الكاس حتى الزلافه ديال القشور، القشور ديال الخيار. أيه. ديرهم في خلاط الكهربائي. دير معاهم ثلاثه د المعالق ديال زيت الزيتون. ودير معاهم تقريبا واحد اذا كان عند الفريز ولا اي نوع ديال الفاكهه. خلط مع ذاك القشور ديال الخيار. أيه. مع صفار بيضه بلديه. صفار بيضه بلديه. وتطحن هذه المكونات هذه كلها وديروا قناع على الشعر ديالها والوجه ديالها.
رائع مرطب للشعر وكذلك منكر البشرة ومبيض البشرة. رائع. ده القشور ديال الخيار بحالو بحال فقوس في المنافع ديالو والفوائد ديالو. نفس المنافع. نعم. نفس المنافع. نعم. اذا في خلاط مع ثلاثة المعالق ديال زيت الزيتون هنا كبار ولا صغار لالة حورية؟ كبار دائما المعالق كبار. اذا كبار والفريز او لاي فاكهة اخرى وصفار ديال البيضة بلدية. وثلاثة قلتي وتطحن وكل شيء كل شيء تطحن وكما قلتي عنده فوائد على الشعر وعلى الوجه او البشرة لالة حورية شوية. كاين شي وصفة اخرى نختم بها باذن الله لالة حورية؟ الوصفة اللي نختم بها ان هاد الخضر هادي ما نلوحوهمش اللي كانت عندنا بكثرة نطحنوها في الخلاط الكهربائي نديروها ونديروها كعصير ونديروها مكعبات ونديروا نحتفظوا عليها في المجمد. كل ما نديروا دابا حنا مقبل على العيد ان شاء الله مناسبة العيد كل ما نبغيو نديروا قناع على البشرة ديالنا ناخذوا واحد المكعب ونديروه مع صفار بيضة بلدية وثلاثة المعالق ديال زيت اللوز صغار ثلاثة المعالق صغار ديال زيت اللوز هذا قناع رائع كيغذي البشرة كيرطب البشرة كيعطي واحد اللمعان ما شاء الله البشرة. يمكننا نديروه كذلك في العصائر ناخذوا ديك المكعبات ثلاثة المكعبات حتى أربعة المكعبات ونديروا كاس ديال الماء معدني ونطحنوا هذه المكونات ونشربوه كعصير رائع كذلك كيخلص الجسم من السموم لما فيه من معادن من فيتامينات من مضادات الأكسدة وتحية للجميع وتحية ليك وصبحكم مبروك ورمضان كريم. خلينا عليك لالة حورية شوية خل خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية بالدار البيضاء شكرا لك. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصة بقناة إيمان شرادي. شكرا.